قد بدأوا في بيئة فقيرة تحيط بها رمال الصحراء، وكان البدو فيها في عالم لا حدود له سوى الكثبان وأمواج الخليج العربي. منذ فجر الزمان كانت هناك ثروة مخفية تكمن تحت أقدامهم. كان عليهم أن يرسموا الحدود ويفرضوا النظام في الصحراء وينشئوا المدن. الشيخ زايد كان بالنسبة لنا أب، عم، شيخ، حاكم. خلال 40 سنة ارتفع معدل الحياة المتوقع بسرعة بمقدار 20 سنة، وتجاوز معدل معرفة القراءة والكتابة بين الناس 90%. أنفق الأمراء 2000 مليار دولار في جعل إمارتهم في مصافي الدول العصرية. هذا المكان جنة. بدا وكأن المال يقدم إمكانيات غير محدودة، لأن لدينا ما يكفي حاجتنا. يبدو أن 3 مدن وأمراءها يتقاسمون طموحاً مشتركاً، الدوحة في قطر وأبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة، ولكن الاتحاد يضم إمارات أخرى كذلك. ما تاريخها؟ ما هي خططها ومشاريعها؟